السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا في الدرس الثاني من سلسلة دروس مايكروسوفت Azure Infrastructure as a Service. أحييكم، أنا علاء أمين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن More about Microsoft Azure، أو معلومات أكثر استفادة عن المايكروسوفت Azure. هنتكلم عن Region والزون والفرق بينهم، والداتا سنتر والسيرفيس اللي بقدمها مايكروسوفت Azure. طيب، إحنا عندنا region وزونز، تقريبا هما الاثنين كلمتين بنفس المعنى. region يعني منطقة، وزون برضو يعني منطقة، ولكن الفرق بينهم في المايكروسوفت ايجور ان الريجونز هي منطقة جغرافية فيها اكتر من زون. يعني ممكن يكون مثلا اوروبا، منطقة اوروبا، لو قلت ان اوروبا مثلا او اسيا او افريقيا، دي منطقة جغرافية. الزون هي منطقة جوه المنطقة الجغرافية ديت، بتحتوي على داتا سنتر بتاع مايكروسوفت ايجور. تمام، يعني ممكن يكون عندي في الريجون اكتر من زون، وجوه الزون اكتر من داتا سنتر. يعني ممكن اكون في اوروبا متقسمه مناطق صغيره، كل منطقه اسمها زون، الزون ديت بتحتوي على داتا سنتر واحد او اكتر من الداتا سنتر التابعه لمايكروسوفت ايجور. تمام، احنا هنا عندنا احصائيه في 2015 بتقول انه دي احصائيه رسميه من مايكروسوفت، بتقول انه المايكروسوفت ايجور عنده 17 منطقه على مستوى العالم. دي كانت احصائيه في منتصف 2015. لو رحنا لاخر احصائيه من مايكروسوفت اللي هي في 2019، السنه اللي احنا فيها دلوقتي، مايكروسوفت بتقول لنا ان هي بقى عندها 54 منطقه على مستوى العالم. ال 54 منطقه دول بيحتووا او متاحين في 140 دولة حول العالم. احنا قلنا انه الريجون ممكن تكون فيها زون او اكتر، وان الزون فيها داتا سنتر واحد او اكتر. دي بتهمنا في ايه؟ بتهمنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها availability set، وازاي ان احنا ناخد الباك اب بتاع البيانات بتاعتنا ونحطها في زون تانية، علشان لو حصل اي عملية داون او عملية فير للداتا اقدر اعمل لها ريستور من زون تانية، وما يبقاش الداتا بتاعتي في زون واحدة معرضة لاي عمليات فقط للبيانات او من شبه. تمام، ايه السيرفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت؟ السيرفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت هي مقسماها لحسب التوجهات او الاهتمامات. يعني هنا مثلا، طبعا ده سامبلز يعني مش حاصل لكل السيرفيس، ولكن هي بعض الخدمات اللي بتقدمها مثلا للديفلوبر او المطورين. هتلاقي عندك منصه الفيجوال ستوديو كلها جمعها مايكروسوفت جوه الايجور. كمان عندنا الاوتوميشن، عندنا الماي سيك اس كيو ال بالنسبه للقواعد البيانات، عندنا كمان بالنسبه للانترنت الاشياء اللي هي الاي او تي، عندنا كمان الويب موبايل، وعندنا الكمبيوتينج. الكمبيوتينج احنا هنتكلم اكتر او هندرس اكتر في الكورس بتاعنا حته الكمبيوتينج اللي هي الفيرتشوال ماشين، الكلاود سيرفيسز عموما، الباتشات، الفيرتشوال نتورك، الترافيك، الدي ان اس، الجيت واي. تمام، عندنا كمان الداتا ستورج اللي هنتكلم فيها ان شاء الله عن البلوك والتيبل والفايل والعمليات الباك اب والريستور. طيب تمام، احنا لو حبينا ان احنا نشوف الداتا سنتر بتاع ايجور شكلها عامل ازاي، او الديزاين بتاعها من جوه عامل ازاي، يعني عايزين ندخل مثلا نشوف التصميم، عايزين نشوف الراكات، عايزين نشوف السيرفرات، الاستورج ماشيه، درجه الحراره، التصميم، التبريد. ففي نروح للملف بتاعنا اللي فيه اللينكات. تمام، هنلاقي ان انا هنا حاطط لكم اللينك اللي هو الداتا سنتر. هناخد اللينك ده كوبي ونروح على البراوزر بتاعنا. اوكي، هو هنا انا حاطه. تمام، ده موقع او بيج متاح ليا ان انا ادخل جوه الايجور داتا سنتر واعمل عليها راوند او تور. تمام، يعني اخد لفه كده في الداتا سنتر وشوف هي عامله ازاي. انا اول بمجرد ما اللينك هيفتح عندكم، فهتضغط على ستارت تور، هيبدا هنا ياخدني في جوله جوه الداتا سنتر.
يعرفني الديزاين بتاعها ماشي ازاي، يعرفني كمان نظام التبريد شكله ازاي. هنا هو بيقول لي انه ده المبنى من بره، مبنى ده ستور كده من بره بيبقى شكله كده تمام. هقول له اوكي انا عايز ادخل جوه المبنى ده عشان اتعرف عليه اكتر. هيبدأ هنا ياخدني في جولة افتراضية جوه المبنى نفسه تمام. ده طبعا باب الدخول اهو يفتح، المفروض ان هو يرحب بينا، بس طبعا ما فيش حد يرحب بينا احنا. هنا بيديك تعليمات ان ازاي تنقل جوه الداتا سنتر، وازاي تمشي، وازاي يعني تاخد المعلومات بتاعتك. فطبعا هي موضوع سهل جدا. هنا لو لاحظنا ان في هنا درجة الحرارة جوه الداتا سنتر دلوقتي 22 درجة مئوية او 72 فهرنهايت تمام. هنا احنا الشكل الاخضر ده المفروض ان هو ان هو احنا يعني اللي هيدخل من الباب، فانا لو ضغطت عليه كده هيدخلني من الباب بتاع الداتا سنتر. هنا هبدا اشوف التصميم الداخلي شكله ازاي. الراكات زي ما انتم شايفين كده، ده الراك احنا بنسميه راك. الراك ده بيبقى فيه السيرفرز، بيبقى كمان فيه الكيبلز والسويتش والحاجات اللي المفترض ان احنا يعني عارفينها او شفناها بشكل كبير، اللي بيشتغل فينا نتورك او ديزاين او انفراستراكشر عموما هيبقى يحتك بالاشياء ديت. هضغط هنا تمام. هبدا هنا اشوف الركات وهي فعليا محطوطه متقسمه، ودي اعتقد ان هي الكيبلز بتاع الكهرباء تمام. هنا الباور هنا اهو، لو دخلت او ضغطت عليه هيبدا يديني معلومات عن الباور تمام. احنا طبعا مش عايزين ان احنا نطول في الاشياء دي، المفروض ان هي اللينك معاكم، واحنا يعني ادخلوا وشوفوا المعلومات اللي انتوا عايزينها. هنا كمان ادي الشكل يمين وشمال متقسمه، عباره عن ركات. لو دخلنا جوه شويه هيبدا ياخدني او هيبدا يديني معلومات عن نظام التبريد للداتا سنتر ديت، وهي هنا هيديني شويه معلومات انفورميشن ممكن اقعد يعني اقراها لو انا مهتم بالمواضيع اللي زي كده تمام. لو هنا نظره يعني اشمل، كاني موجود بالظبط في جوه الداتا سنتر. وهبدا ان انا من هنا كمان ممكن ان انا يعني اضغط على الحاجه اللي انا فعليا عايز اشوف عنها معلومات اكتر. فهنا هيقول لي انه ديت اللي هي الموديولر داتا سنتر، ده تصميمها، ده شكلها، وفعليا ده هو طبعا دي لك صوره من الواقع، ولكن بالفي ار او الفيرتشوال رياليتي اللي هي الجوله الافتراضيه اللي بيسموها تمام. فاللينك معاكم وانجوي. حابب كمان ان انا اوريكم الفيلم التعريفي الايجور داتا سنتر اللي عاملاه مايكروسوفت، ويعني نشوفه مع بعض علشان نشوف الداتا سنتر بشكل اعمق ومعلومات اكثر استفاضه. The Azure Cloud Platform is growing every day, adding new features and reaching new users. With a global data center presence that spans 54 regions, 70,000 miles of fiber, multiple subsea cable systems, and over 130 edge sites, Microsoft is constantly extending the reach of the cloud, bringing technology as close to our customers as possible. By designing and implementing faster, more energy-efficient hardware, our teams have increased data center performance and efficiency. We are driving toward increased environmental sustainability, using renewable energy sources and power-producing projects on three continents, totaling 1.2 gigawatts. Every year, Microsoft invests over $1 billion in cybersecurity to defend against evolving threats. From experimenting with advanced fuel cells to launching underwater data centers, we are constantly investing in research to make data center infrastructure more efficient and reduce environmental impact.
we are collaborating with open source partners to develop next generation hyperscale cloud hardware. As the Azure Cloud Platform grows, we gain the opportunity to make a positive impact in our communities by implementing affordable access to high-speed internet, providing IT training and job readiness programs, and by helping our community where it's needed most. Your vision, your cloud. Azure, cloud for all.